أيها المسلمون في كل مكان، أنا أعلم أن الكثير مشغول بكأس العالم. هل تعلمون أن إخوانكم في مشروع هدهد مشغولون معكم أيضاً؟ مشغولون على مدار الساعة ولمدة 40 يوماً. في أي شيء؟ في نشر الإسلام أثناء فعاليات كأس العالم. جهزوا فيديوهات، بطاقات دعوية، دعاة على مدار الساعة بأكثر من 10 لغات. وهدفنا بإذن الله عز وجل ليس فقط الوصول ل10 ملايين، بل بإذن الله سيدخل آلاف في دين الله عز وجل خلال هذه الفترة. ونحن نفرح بتحقيق الهدف الأعظم، إخراج الناس من الظلمات إلى النور. ساهموا معنا أثناء هذه الفعاليات بدعم مشروع هدهد.